بعد زيارته الرسولية إلى البطريركية اللاتينية في القدس، قام غبطة البطريرك مار أغناطيوس بطريرك السريان بزيارة إلى مدينة بيت لحم. رافقه فيها وفد ضم عددا من المطارنة والأباء الكهنة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الإنطاكي قداسا في مغارة القديس جيرونيموس المحاذية لمغارة الميلاد في بيت لحم، بمشاركة المطران مار يعقوب أفرام سمعان النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والمدبر البطريركي لأبرشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، وصاحب السيادة مار أفرام يوسف عبا رئيس أساقفة بغداد وأمين سر السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيم البطريركي العام وأمين سر البطركية السريان الكاثوليك، والأب ثائر عبا كاهن رعية عمان وسائر الأردن، حيث تخلل القداسة كلمة شكر لله أولاً على نعمة الصلاة في هذا المكان المقدس. اجعلنا هياكل لاسمك القدوس فنسبحك ونمدحك مع أبيك وروحك الحي القدوس غوشو وبخل زبان ولعالم عالمين. آمين. فنحن كمسيحيين نضل دائماً فخورين ونقدر نجي نقوم بزيارة الحج المقدس للرب يسوع، إن كان في كنيسة المهد وإن كان في كنيسة القيامة حيث تم الفداء. نطلب من هالرب اللي هو فادينا، الرب اللي هو وعدنا يضل معنا، إنه يستمر يحمي ويدافع ويرافق المؤمنين المسيحيين وين ما كانوا، إن كانوا هون بفلسطين، إن كانوا بلبنان، بسوريا، بالعراق، بمصر، وين ما كانوا، على الأخص المسيحيين اللي عم بيتألموا ويتعذبوا ويضطهدوا من أجل إيمانهم، مثل ما حصل مبارح كمان بنيجيريا أفريقيا اللي فيها الإرهابيين حجزوا وخطفوا الشبيبة من مدارس. نطلب منه يضل دائما مع كنيسته. طبعا نحن جينا نصلي هون بكنيسة المهد والمغارة مرافقين صاحب الغبطة مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان كلية طوبة، من أجل أنه نصلي من أجل السلام بالشرق الأوسط، من أجل انتهاء جائحة كورونا، من أجل أنه الحدود ترجع تفتح وجميع مسيحيين الشرق يقدروا يزوروا هالأماكن المقدسة ويتباركوا. كثير من المسيحية الشرق مشتاقين حقيقة ومحرومين من هالزيارة الحلوة والمباركة، لهن أقرب مسيحيين للأرض المقدسة ولكن زيارتهم ممنوعة. لذلك نحن منصلي وإن شاء الله زيارة سيدنا البطرك تكون فاتحة من أجل أنه يصير في سلام أكثر ويصير في إمكانية أنه مسيحي لبنان ومسيحي سوريا ومسيحي العراق بشكل خاص يقدروا يزوروا الأرض المقدسة. وكان الوفد قد استقبل في ساحة المهدي من قبل الأباء الفرنسيسكان، حيث زاروا أروقة كنيسة ومعالمها الأثرية وزيارة مغارة الميلاد حيث النجمة ومكان المذود. وأقيمت الصلوات والتراتيل وإضاءة الشموع في مغارة مولد السيد المسيح له المجد، وأخذت الصور التذكارية. للنورسات مارلين الحدوة من مغارة القديس جيروم بيت لحم.